يوصل الجول ان شاء الله. ايضا اليوم هذا علي زيد راجع واول ضربه ركنيه في المباراه لصالح منتخب شباب قطر. ان شاء الله اليوم علي زيد مثل اللعب اللي لعبها امام الفريق البرازيلي. الضربه الركنيه في اللعب عاليه، تهيئ الى محمد عفيفه، تروح منه ويحصلها مره ثانيه. الله الله يا بدر بلال، الله يا بدر بلال، الله الله يا بدر بلال، الله يا بدر بلال. شوف شلون، شوف شلون، شوف شلون حطها بدر بلال، شوف شلون حطها بدر بلال في الجول. كرة مفاجأة لي ولحارس المرمى ولكل الجمهور. شوف وين حطها، شوف وين حطها بدر بلال. ماجد بخيت لاعب الضربة الركنية، لاعب الضربة الركنية، تروح إلى محمد عفيفة يحصلها. وشوف بدر بلال، الله الله يا بدر، الله يا بدر، على يمين حارس المرمى، على يمين حارس المرمى، الهدف الأول في المباراة. حلوة يا شباب قطر، وحلوة يا مفخرة قطر، وحلوة يا نجوم الوطن العربي. واحد شباب قطر ولا شيء انجلترا. الفريق الإنجليزي